السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معتز من قناة جيمنج اونلاين. في حاجة مهمة حبيت اشاركها معاكم، زي ما انتم شايفين انستا بيلعب بيس 22. هسيب لكم رابط الانستجرام بتاع انستا تحت الفيديو عشان لو حابين تشوفوا الصورة بجودة اعلى. اهو جهاز قدامه، طبعا دي بيس 22، زي ما انتم شايفين هنا الصورة اكبر. اللعبة اللي بيستلم الكرة عليه الدايرة اللي هي تحت اللاعب. مش عارف هنا هو بيقابل شخص بموبايل ولا ايه، بصراحة مش عارف، عنديش اي معلومات. وكمان اللي يأكد انها فعلا لعبة السهم اللي فوق اللاعب ده، اللاعب اللي بيجري هنا ده، والحكم، وكمان المربع اللي تحت ده. فدي تقريبا بيس 22 وهو بيجربها عنده في البيت. ممكن يكون بيروج للعبة، وانا كنت اتمنى لو الصورة تكون بجودة اعلى، على الاقل نشوف الجرافيك، نشوف شكل الجمهور فوق، ناخد تلميحة عن اللعبة. زي ما انتم شايفين ما تقدرش تحكم بأي شكل، حتى النجيلة مش واضحة في الصورة. بس كده حبيت اقول لكم استنوا بكرة في فيديو في معلومات مهمة عن بيس 22 من المسرب اللي ادعى ان هو شغال في شركة كونامي. بس كده، سلام.